السلام عليكم، صباح النور. كي دايرين؟ صافا؟ اش كتعاودوا؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ غبرت عليكم ياك، وشحال هادي ما هضرتش معاكم في ستوري. الوغ البنات، بزاف منكم كيسولني لا ميم كيسيون، واشاك فوا كنجاوب عليها مي كنعاود نتلقى لا ميم كيسيون. بزاف ديال البنات لاحظوا الفرق في لابو ديالي تقريبا هادي 7 شهور 8 شهور. لابو ديالي ولات الحمد لله وتبارك الله وما شاء الله على صدقي. داك النهار اشاك فوا كنجاوبكم على هاد لا كيسيون ديال لابو ضروري كنفيق الغد ليه كنلقى شي حبوبه كنلقى شي حاجه. ف الحمد لله يعني لابو ديالي ولات احسن بكثير من قبل. كان فيها الكلف، كان فيها الحبوب. لابو ديالي ما كانتش صافيه. دابا راه كنهضر معكم ندير شي حاجه لوجهي من غير الفلتر ديال انستغرام. كما قلت لكم ما درت شي حاجه، حاولت نزومي على وجهي باش تفوكسوا معايا مزيان. الو، كما كتعرفوا البنات، انا من نهار ضميت البروداكت ديال سكين كير، المجموعه ديال سكين كير البراند ديالي، ما كنستعمل حتى شي حاجه اخرى. مداوم عليها 4 منتجات فقط، ما مدخل عليهم حتى شي حاجه، لان ديجا لا غام فيها كلشي. فيها الغسول باش كتغسلي وجهك، فيها سبراي، فيها سيروم، وفيها لا كريم ديال الليل اللي كتحيد ليطاش وكتحيد كلشي. ف دائما كنقول لكم البنات، صراحه كنستعمل لا غام ديال سكين كير. بزاف منكم كيسحب لهم واش انا غير باغا نبيع اولا ديك الهضره ديال الماركتينغ وباش تشري ولا. والله العظيم الا لا غام واعره 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 بالجهد، والناس اللي غيكونوا كيشوفوا ستوري ديالي دابا راهم شاهدين على هذا الكلام. يعني راه من السيمانه الاولى او لا 10 ايام الاولى غادي تشوفي الفرق. لابو ديالك غتبدل. البنات عندي مشكل في ستوريات، ما عرفتش علاش حتى كنصور ستوري وكان ما كنلقاه ما تسجلاتش. الوغ كما قلت لكم، المجموعه فيها 4 ديال البرودويات البنات غتستعملوهم هما فقط، ما غتزيدي لهم حتى شي حاجه اخرى. عندك الغسول اللي هو الفومينغ، هذا ديجا غنوريكم البروداكت ديالو، غنوريكم يعني هادو اللي كنستعمل انايا، ونوريكم بالكرتون كيفاش غادي يوصل لكم نتوما. دونك الفومينغ هو هذا، كتغسلي به وجهك وفي نفس الوقت ميك اب ريموفر، وكيعالج حتى المشكل ديال الحبوب. لاقام كلها البنات اللي فيهم الحبوب، اللي فيهم حب الشباب، اللي كيعانوا من الكلف هادي ديالكم، واللي باغين فريمون تبيضي وجهك، لان فاش غتبداي تغسلي بها غتبداي تحسي ان الدرجه ديال فاش غتبداي تغسلي بها غتبداي تحسي ان الدرجه ديال وجهك بدات كتفتح، فغتولي بيضاء اكثر، والكلف وداك الشيء صافي كيتحيد، والحبوب كذلك. البنات اللي عندهم حب الشباب ولا الدراري اللي عندهم حب الشباب، ديجا لا غام ديال الدراري والبنات راه ماشي غير البنات. فاش كنقول البنات حيت كنقصد يعني كنخاطب البنات اكثر. مي راه كما قلت لكم غيستعملوها حتى الدراري. اوكي، كتغسلي وجهك بهذا بوحدو، كتدخلي عليه حتى شي حاجه اخرى، موراها كديري سبراي ديال لوبان الذكر. هذا كيعطيك واحد ليفتينغ لوجهك. ديجا هذا دائما خصو يتحط في الثلاجه، ما تحطوه في حتى شي بلاصه من غير الثلاجه باش كيبقى دائما بارد. الفو كتغسلي وجهك كترشي كتحسي بواحد الانتعاش واعر، وكيدير لك ليفتينغ لوجهك ضد التجاعيد، ضد الشيخوخه، ضد الحبوب، كيكرمهم. موراها كتضغطي لابو ديالك. لا فاز ديال الهيدراتاسيون البنات راه مهمه جدا، لان لابو ديالنا راه بحالها بحال كرشنا، راه الا ما غديتيهاش وطليتي فيها وشربتيها راه اكيد غتدبل بحال 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 الجرده، بحال الورده، بحال فهمتوا. فضروري كتعطيها الماء. شنو هو الماء ديال لابو؟ طبعا هو بقيت تشربي الماء بزاف، هادشي كيعاون، وفي نفس الوقت تبقاي تضغطي لابو ديالك بلي سيروم بلي كريم. فبالنسبه بالنسبه للمجموعه ديالي، كاين هاد السيروم ديال لوبان الذكر، المجموعه كلها اباز ديال لوبان الذكر العماني. السيروم كتضغطي به لابو ديالك، تقدري ديريه في الصباح، في الليل، فاش تخرجي في الدار، قبل الميك اب. هذا ضروري دائما تضغطي لابو ديالك بحال اللي كتعطيها كتاكل. او البنات ما عرفتش ملي ستوري ديالي كيتحبسوا ما كيبغوش يكملوا، كنعاودهم من الاول من جديد. شد معايا انستغرام ضد حيت كنغبر عليه، المهم ماشي مشكل. فكما قلت لكم لابو دائما خصها ليدغاتاسيون، خصك توكليها وتشربيها باش كنوكلوها كنشربوها طبعا بشرب الماء بزاف. دائما البنات شربوا الماء بزاف، شرب الماء راه عنده فوائد كبيره على الجسم ديالنا وعلى لابو ديالنا وعلى شعرنا وعلى الخلايا ديالنا وعلى كل شيء.
وفي نفس الوقت كتضغطي لابو ديالك وجهك دائما بلي سيروم لي كريم. في مجموعه ديالي كاين هاد السيروم ديال اوليفان اونسنس ديال لبن الذكر، ما كيكونش مع كلها اباز ديال لبن الذكر العماني. موراها كتجي لافاز ديال لا كريم، ولكن لا كريم اولي وايت ما كنديروها، هاد لا كريم ما كنديروها حتى الليل، حتى كنبغيو نعسو صافي طفينا الضوا وحطينا التليفونات عاد كنديروها. نقول لكم بالنسبه ليا هاد لا كريم اولي وايت ديال الليل هادي كنسميها لا كريم ماجيك، حيت هاد لا كريم هادي هي اللي كتحيد الكلف، كتحيد التصبغات، كتوحد اللون ديال البشره، تجاعيد، فريمون هادي كريم ماجيك. ولكن كما قلت لكم ما كديروها حتى صافي غتبغيو تنعسو، وما تهزيش مازال التليفون، دوك الاشعه ديال التليفون ما يضربوكش في لابو ديالك. كديريها وكتنعسي الصباح، كتفيقي كتعاودي نفس الروتين ونفس الحاجه، تغسلي بالفومينغ سبراي، ديما سبراي في الثلاجه البنات يبقى بارد، والسيروم كتضغطي به لابو ديالك اون فوا عاوتاني، مثلا تفوت 3 سوايع 4 سوايع تحسي بلابو ديالك نشفات، كتعاودي تابليكي السيروم كدوام. مثلا بغيتي تخرجي مثلا بغيتي ديري الميك اب ديالك اولا ليكرون سولير، كديري السيروم هو الاول عاد ديري ليكرون، اولا السيروم هو الاول عاد الميك اب، باش كتبقى لابو ديالك دائما اضغطيها، ودوك لي بور كتسديهم باش ما كيدخلش داك الميك اب وكيتغلغل لك، باش ما كيتغلغلش ليك كما قلت لكم في لابو في الداخل ديال لابو ديالك، وداكشي هو اللي كيدير مشاكل بزاف في لابو، داكشي اش كيخرج لك الكلف والحبوب و و ف لا غام كلها كما قلت لكم 4 ديال البروداكت ب 560 درهم، لا غلا لا مسكين، اللي فيها الفوميك وفيها الكريم وفيها السيروم وفيها السبراي، بلس لا بغيتي تاخدي لا غام الاخرى اللي زايد عليها مايلاشز بالنسبه للبنات اللي كيطيح لهم شفيراتهم اولا حجبانهم باغيين يكتفوهم وباغيين يكتفوا الرموش، السيروم ديال مايلاشز واعر 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 واعر، شوفوا عوينات عيشوشه نوريكم. فهاد السيروم البنات خطير خطير جدا، كل ليله تبقاي ديريها ولا وقت ما كنتي جالسه في الدار، هاد راه ماشي زيت مي سيروم. دخلوا الموقع ديالنا راه فيه كلشي، المهم المنتجات كلها متوفره، راكم عارفين انا راه قليل جدا فين كنهضر على منتجاتي، لان الحمد لله الحمد لله بايعين نفسهم بنفسهم، قليل جدا فاش كنطلع في ستوري كنهضر على منتوج او كذا، لان الحمد لله انا مكتفيه داكشي اللي عندي راه كيتباع، ودائما غير بتاخذوا ستوك سواء في الموقع سواء في المحلات سواء الناس اللي خدامين معايا، دائما الحمد لله المنتوج كله كتباع، لان علاش وحده كتاخذ كتلقى نتيجه كتجيب 10 صحاباتها كتجيب عائلتها، فالحمد لله داكشي قليل جدا انا فاش كنهضر على منتجاتي، ولكن هذا ما كيمنعش انه بحكم انه كاينين ناس جداد كيتابعوني، ف ودائما كتعاود لا ميم كيسيون، شنو كديري وجهك شنو كديري وجهك، فبغيتكم تعرفوا انه راه انا ما كندير حتى شي حاجه لوجهي، ما كندخل عليها حتى شي حاجه اخرى من غير هاد 4 ديال البرودوي مداوم عليهم حاليا، ولقيت الراحه الحمد لله، والفرق حتى نتوما راه شفتوه معايا. ايوا هادشي اللي كاين، لا غام راه كاينه في الامارات وكاينه في السعوديه كما قلت لكم، كاينه في الامارات وكاينه في السعوديه وكاينه في المغرب في المحلات ديالي، والناس اللي كاينين في المدن اللي ما فيهمش محلات غدوزوا لا كوموند ديالكم في السيت، الموقع انا نخلي لكم هنايا، اولا هاد الارقام بجوج تواصلوا مع البنات تصلوا بهم ابل ولا في الواتساب ودوزوا الطلبيه ديالكم، حتى كتوصلكم السلعه لداركم عاد كتخلصوها، دونك كدوزوا لا كوموند عطوها السميه الكنيه لادريس النمره ديال التليفون والبرودوي اللي بغيتي، اولا دخليه في الموقع كيعطوك واحد الفورمير كتدخلي فيه المعلومات ديال كامل، كتكليكي على فاليدي وكدوز لا كوموند، موراها الغد ليه كيصونيو عليك البنات اللي خدامين معايا كيفاليديو معاك لا كوموند، وكتوصلك ابخي 24 ساعه حتى للدار، توصل للجميع المدن المغربيه والمحلات، طبعا راه محلات عرفتوا فين كاينين، في طنجه ومراكش واكادير، اكادير في صحراء مول انزكان، مراكش عين زوار حدا مصنع سميه، وطنجه في لوكس مول راس المصلى. دونك فهاد ستوري هادي غنخلي لكم هنا الموقع، وهادو الارقام بجوج فين طلبوا بالنسبه للناس ما كيعرفوش يدوزوا الطلبيه ديالهم في الموقع في المغرب، وهاد الرقم خاص بالبنات ديال السعوديه اللي باغين، ديجا السعوديه حاليا فيها اللحصه وفيها التحاميل وفيها الزيت الصيني وفيها الباك سكين كير وفيها البينيتانت،
دونك اللي بغات هادو في السعوديه تواصل معايا في هذا الرقم. والامارات فيها المنتجات كاملين، باك بيفيت ديال انقاص الوزن، الحصى، التحاميل، الزيت الصيني، باك سكين كير، بينيتانت، لي غوماج، لي ماسك، زيت ديال الشعر، كلشي كاين في الامارات. ان شاء الله تواصل معايا في الرقم. وطبعا الا دخلتوا لي بسايت ناس ديال المغرب كذلك راه كلشي متوفر، دخلوا دوزوا الطلبيه ديالكم. وهادشي اللي كان كنحماق عليكم قريبا جدا ان شاء الله غنوصل لكم واحد الزيت حتى هو واعر بالنسبه لتكبير الارداف المؤخره ان شاء الله. والخبر اللي خصني نقول لكم نقول لكم في ستوري المجيء. الحاجه اللي بغيت نقول لكم هو انه اخيرا الكوين سيكريت الكبسولات ديال زياده المناطق الانثويه راه متوفره اليوم في المحل ديال اكادير بعدا. دونك الناس ديال اكادير غتمشيو للمحل ديالي في صحرا مول غتلقاو الكوين سيكريت. سيروا البنات اللي كانوا متبعين وقطعوا التريتمون حيت كنا غير بتاخذوا ستوك يمشيو ياخذوا لان الكميه قليله. دونك اون فوا غتسالي خصنا نسناو ثاني على شحال انت غادي توجد. اوكي وبالنسبه لمراكش وطنجه والموقع بالنسبه لطنجه ومراكش غدا ان شاء الله غادي يكونوا في المحل. دونك الناس ديال مراكش وطنجه ما تمشيوش حتى الغدا، عاد تمشيو تاخذوهم للمحل. طنجه بعد غدا، طنجه بعد غدا لان الله اليوم صيفطهم غيوصلوا بعد غدا، ولكن مراكش غيوصلوا غدا. والناس ديال المدن الاخرى تقدروا تدوزوا الطلبيه ديالكم دابا في الموقع، دخلوا الموقع دوزوا الطلبيه ديالكم وتوصلوا بها في 24 ساعه ان شاء الله. ديجا راه كاينين تما. اما بالنسبه لبنات الامارات والسعوديه غادي يسولوني واش كاين كوين سيكريت في الامارات والسعوديه، للاسف ما كاين. كما قلت لكم ما كاين، يعني مازال ما متوفرينش في الامارات والسعوديه. ان شاء الله قريب انا حاولت ناخذ غير الكميه اللي غادي تكفيني لانه حتى انا راه كنت حابساهم لانه ما كانش عندنا السلعه، فطلبت غير الكميه ديالي انا. راكم عارفين اللي غنجيبهم الامارات السعوديه لي بروسيدور ديال الجمارك والوراق وشحال من حاجه، فصيفطوا لي غير داكشي اللي غنستعمل انايا. يلا توصلت به غير البارح. وصراحه واعرين البنات بالنسبه لهاد الكبسولات كيتشرب، يعني البنات اللي ما بغينش التحاميل او هذا كتشربيهم ثلاثه المرات، جوج المرات حتى ثلاثه المرات في النهار قبل الماكله ولا بعد الماكله ما كيهمش. تلاحي حبه كدوز عليها كاس الماء وانتي مع الوقت هذا وكتزاد وكتقاد لاطيب. دونك هادشي اللي كاين البنات، كنتمنى ان شاء الله نكون شرحت كل شيء وما خصنيش نبقى نخبر عليكم بصراحه ياكم. يلا الله يسر لكم نهاركم مبروك، مع السلامه.